الواحد كده بيجي الشغل علشان ياكل. مش فاهمة ان ايه حد يتصل بحد الساعة 7 الصبح. صباح الخير يا فندم، نستجنى الهجر مع حضرتك، اتشرف بالاسم. ايمن معاك. اهلا بحيك يا فندم، استفسار على رقم ده ولا على رقم تاني؟ على نفس الرقم. طب يا فندم لحظة، راجع البيانات وارجع لحضرتك. بيانات؟ مش تعرف الاول انا عايز ايه؟ لا والله يا فندم، بس انت عارف يعني لازم نتأكد اذا كنت حضرتك ايمن ولا ايسر. ثواني يا فندم، راجع البيانات وارجع لك. صباح الخير يا قلبي. صباح النور يا هاجر. مالك في ايه مكشر كده ليه؟ بتكلمي مين على الصبح؟ عميل تقريبا، هو كان نايم حلم بينا صحي يكلمنا. لحظه، ان العملاء بتوعك كتروا اليومين دول. ها؟ طب خلاص يا حسن، يعني لو انت متضايق ممكن احول لك انت المكالمه وتكلمه. انت عارف ان انا ما بتكلمش رجاله يا هاجر. طيب خلاص، ما تضايقش نفسك. ماشي، شكرا يا عميل. نو سيجنال حسن مع حضرتك يا فندم، اتشرف بالاسم. حضرتك تحب تسمعي ايه معانا يا فندم؟ سمعت الرعد، انا بقالي 5 ايام بتصل. بخصوص ايه يا فندم؟ فعلا يا فندم، الناقة ما اتجددتش يا فندم، في مشكلة مع فوزي، كان ممكن حضرتك تشحني عن طريق إيمان على الماشي، الشبكة معاها كويسة جدا يا فندم والخدمة شغالة. أراجع البيانات يا فندم وأرجع لحضرتك على طول. قولي بقى، عملت إيه إمبارح لما روحت؟ مفيش، أنا جعان ما أكلتش. خش يا حبيبي، طب أنا عارفة إن أنت ما فطرتش. على فكرة أختي زعلانة مني. أنا يا حسن؟ عشان فوزيك إمبارح وأنتي كان في التعاون موجودين. هو رقمها تقريبا اللي اخره 863. ايوه اتصلت تقريبا في حدود من 11 ل 11 11 و17 دقيقه بالظبط. ايوه لا معرفش بصراحه. ما انت حبيبي بتعمل مشاكل زي كلها. وبعدين هو انت بقى اي حد هيقول لك حاجه عليا كده ويسخنك تصدقه يا حسن؟ بتعمل ايه مشاكل؟ وعلى فكره بقى ماما كمان زعلانه مني. ليه بقى؟ ان شاء الله خليك انت كده، عمرك ما نصفتني قدام اهلك. طب استنى كده انا اشوف العميد ده عشان زمانه خلف. استاذ ايمن حضرتك معايا؟ معاكي من يوم الثلاث اللي فات، من ساعه ما الفني جه ركب النت. فني ده كان سباك يا فندم. ايه؟ معلش مش سامع حضرتك قوي من الشبكه. ثواني يا فندم، راجع البيانات وارجع لحضرتك، بس اوعى تتحرك من جنب الراوتر، انت فاهم؟ يا ست انا واقف بقالي 3 ايام لحد ما جالي دوال. استاذ منى؟ ايوه. حضرتك على فاضي الحياه يا فندم؟ يا فندم اقصد يعني لسه عايش يا فندم؟ لا يا فندم، اوعى تموتي من قبل ما تفعل الاشتراك يا فندم وتجدد الباقة يا فندم. يا صباح الخير يا فندم، ارجع البيانات وارجع لك على طول. بلانش انت كل؟ اه فوت يا حبيبي. ارجع. جعان. انا عارفه انت وشك اصلا بقى قد اللقمه. اسكت، عرفت مين جالنا امبارح؟ خالته ام معتز، كانت قعدت مع ماما شويه. في ايه؟ طبعا قعدت تكلمني كويس، جايبه لي عريس تاني. يا حبيبي تجيب لي عريس ازاي وانا مخطوبه لك؟ ما ينفعش. بس انا بخيب عليك يا هاجر، من كل حاجه بخيب عليك، حتى امبارح وانا بكلمك سبتيني ورحت كلمتي باباكي. طب يا حسن، ده بابا يعني هو ده حد غريب. اه صح، ما النصيب بديش له من القرايب. معلش، وبعدين انت عارف هو بيحبك ازاي؟ ما انا كمان بحبه. وبعدين معلش بقى، طبعا يعني انا في الاخر بحب مين واخترت مين؟ اخترتني انا. شفت بقى، خد بالك. استنى بقى ارجع للعميل ده عشان زمانه مات. استاذ ايمن حضرتك معايا؟ ايوه. استاذ ايمن؟ يا استاذ ايمن حضرتك نمت؟ معاك. ايوه يا فندم، معلش بس كنت عايز اسال حضرتك عن حاجه، هو في كام لمبه منوره عند حضرتك في الراوتر؟ مفيش ولا لمبه منوره. طب يا فندم ما هي شغاله الخدمه، هم امال في ايه؟ نعم، ازاي يعني؟ طب انا هبسطها لحضرتك دلوقتي، لما حضرتك بتقفل التلاجة مش اللمبه اللي جوه بتطفي؟ اكيد طبعا. طيب ده بقى معناه ان التلاجة مش شغاله؟ لا اكيد شغاله. طيب ما هو ده نفس السيستم بتاعنا يا فندم. يعني حضرتك عايزين ناخد الراوتر واقعد بيه جوه التلاجة؟ بس في بقى حل تاني لو السيستم ده مش عاجبك، ان احنا ممكن نزود السرعه، بس لو اتخذت رادار مش مسؤوليتنا. طب حضرتك لو زودت السرعه هيبقى بكام؟ دي ب 150 جنيه يا فندم. حضرتك بتروح تعمل مصالحه وبعد كده تستنى من 365 ل 397 يوم ويجي لك حد ويشغل حضرتك الخدمه، بس في حاله استنى الخبيثه حضرتك بتستنى 9 شهور وطلب حضرتك بيترفض لان اوريدي الخدمه مش شغاله يا فندم. ايه 9 شهور؟ هو انا حامل يا ست انت؟ بقول لك ايه، اقفل الراوتر، انا مش عايز اشترك معاكم تاني، كلكم القرف. لا يا فندم طبعا ما نقدرش، بس هو ده السيستم عندنا، نزود السرعه. طب زودي. طب ثواني يا فندم، نراجع البيانات ونرجع لحضرتك. هو انت كل شويه تراجع بيانات فيها ست انت وانا مسجل خطر. استاذه منى؟ ايوه. ايه فيصل، وصلت لحضرتك يا فندم؟ مفيش حاجه تاكل.
ولا الناس طبيعي معاكم. معلش يا فندم، اصل احنا في برج العرب يا فندم، فبسرعه عبالنا. حضرتك ساكنه فين اصلا يا فندم؟ ها يا فندم، واحنا اصلا في برج العرب، فعبال ما توصل لك الرساله تاخد لها بتاع ساعتين ونص ثلاثه، فارجع البيانات يا فندم وارجع لحضرتك على طول. صبرني يا رب. حسن صح؟ ما تنساش بكره لما تقبض تعدي على خالته وتديها فلوس الجمعيه. ليه يا حبيبتي؟ ما انا لسه دافعها الاسبوع اللي فات. يا حبيبي لا، ده كان الشهر اللي فات والله، وانا هضحك عليك. هو النهارده كام؟ النهارده 29. 39 في الشهر؟ 29 يا بابا، ركز. اه. ما تنساش بقى عشان عايزين نتجوز ونخلص بقى يا حسن. يعني ايه المشكلة؟ يعني ما كل الناس بتتأخر وكل الناس عندها مشاكل. معلش يا حبيبي، خلاص ان شاء الله القبض هينزل بكرة، خده وروح لخالته على طول اديها الفلوس. خلاص ماشي. ما تكشرش بقى يا حسن. خد كل، خد يا حبيبي ألف هنا. هرجع بقى للعميل أحوله لك وأخلص. ما تكلمش للدنيا يا راجل. طب خلاص خلاص، ما تضايقش نفسك. ألو أستاذ أيمن، حضرتك معايا؟ أستاذ أيمن؟ استاذ ايمن، يا استاذ ايمن. ايوه معاك. حضرتك نمت ولا ايه يا فندم؟ والله نمت وانا واقف لسه نام. عادي يا فندم، سهل، ما تنام وانت واقف، ما كلنا بننام واحنا واقفين يعني. يعني ايه انام وانا واقف؟ وانت شايفاني حصل؟ صدقني. استاذه منى؟ ايوه. طب هي الرساله دلوقتي يا فندم بعد ما رجعتها ووصلت يا فندم المواد النظيفه، يعني ساعه ونص وتبقى عندك على طول. لا يا فندم، ما يصحش الكلام دوت. على فكره كده هنقطع الخدمه من عندك يا فندم. على فكره يا فندم، حضرتك المفروض تحترم يعني ان انا بنت وعيب تقول لي الالفاظ دي. بنت؟ على فكره بقى يا فندم، كلمه حضرتك متسجله. متسجله؟ حلو ده. على فكره بقى، مكالمه حضرتك متسجله وكمان بياناتك كلها عندي، يعني انا ممكن اعمل في حضرتك محضر صب وقذف. طب بقول لك ايه، بدل هتعملي محضر بقى خليهم محضر. ايه ان انا هاجي اطربق شركه على دماغكم؟ ده انتوا شركه. طب كده يا فندم بقى، احنا حرمتك من الخدمه ونقطع عنك النت. طب يا استاذ ايمن، يعني شكل حضرتك مجنون دلوقتي، هكلم عليك وقت تاني. مع السلامه. مع السلامه. شرفتنا باتصالك يا فندم. الناس دي